السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، كديرين؟ بخير، لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة شيفوم آدم سعيد. شحال هادي ما جمعت معاكم شحال هادي ما دويتش معاكم. دونك مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نهضر معاكم على حيتاش قلتوا لي على ود يعني الخدمة ديال رمضان، الناس اللي كياخذوا الطلبيات بحكم التجربة ديالي في هذا الميدان هذا، بحكم العمل ديالي راكم متبعين معايا كل شيء، فإن شاء الله غادي نشارك معاكم كل شيء. الأخوات اللي سولوني كيفاش أنا جات غادي نبداو الخدمة في رمضان، كيفاش غادي نخدموا، بالأخص أنكم كتقهروا، ما عرفتش يعني ملي كتجيكم طلبيه اولا كوموند كتجيكم، فكيكونوا حيت كنعرفوا مدارة فيه الخدمه بزاف الحمد لله، كتكون فيه الخدمه وبزاف، خاص غير بنادم يعني يخدم بالمعقول. فملي كتجيكم يعني كيجيكم الطلبيات بالكثره، انا جات ما تنقدروش نوفقوا ما بين يعني ما بين الطلبيات كاملين، يعني ملي كتشدوا مثلا أربعة او خمسة ديال الطلبيات ما كتبقاو يعني تجري وتجاري باش انكم توجدوهم، ولكن في الاخير كتلقاو راسكم يعني فاتيكي ولا عييتو ولا المهم هادشي كيوقع. كنت شاركت معاكم واحد المره في فيديو قلت لكم باللي شوفوا الا بغيتوا تخدموا خاصكم ضروري انكم توفقوا ما بين الخدمه ديالكم ما بين المنزل ديالكم وليدات ديالكم، طبيعه الحال الا كانوا ولا ما كانوش خاصكم توفقوا ما بين الخدمه وما بين ريوسكم، لان ما يمكنش الوقت كامل انكم تعطيوه للخدمه ويعني غادي صافي غادي تهملوا ريوسكم، غادي تمرضوا، غادي شحال من حاجه. انا كنقول لكم هذه الهضره بحكم التجربه ديالي. دونك باش غادي تخدموا خاصكم انكم تشدوا واحد الطلبات اللي هما محدودين، يعني ماشي انا غنقلب على الفلوس وغادي نبدا نشد 10 طلبات في النهار، 12 20 طلبيه في النهار وانا خدامه، وفي الاخر غنلقى صحتي مهلوكه والحال علاش باش ناخذ جدريال. انا كنقول لها جدريال لان ما كايناش شي حاجه كتعوض الصحه الصراحه، ما نكذبش عليكم، يعني تخدموا ماشي مشكل، ولكن باش انكم تتجراو باش انكم تشدوا الفليسات ولا هذا راه ما يمكنش. بنادم يحاول على راسو، راه كنقول لكم هادشي بحكم التجربه ديالي، انا دزت فهادشي كامل دزت فيه، فما بغيتكمش تطيحوا في نفس الحاجه اللي انا كنت ديجا انا اللي طحت فيها. بالنسبه للطلبات، اول حاجه نقولها لكم البنات، اول حاجه انكم ديروا واحد الدفتر واحد لاجوندا واحد شي حاجه هكا اللي تبداو تقيدوا فيها الطلبيات ديالكم، واللي نتوما تشوفوا شحال انكم تقدروا تخدموا في انا غنعطيكم مثلا غادي ديروا الخدمه ديالكم غادي تخدموها من 8 حتى ل 12 غادي تكونوا ساليتوا الخدمه. دونك في هذا الوقت هذا راه ما نتعداوش 4 حتى 5 ديال الطلبات على حساب يعني الطلبيه شحال فيها. يعني مثلا كانت عندي طلبيه فيها مثلا اخت بغات 10 ديال البطبوطات، كاينه اخت اخرى بغات 10 ديال المسمنات، كاينه فالمهم الا جمعنا هذا الشيء كامل ما غاديش نفوتوا فيه يعني من 8 حتى ل 12. ولا بالنسبه للاخوات اللي كيفيقوا بكري فالحمد لله غادي تداركوا وغادي تخصصوا ديك الوقيته من 8 ل 12 للخدمه، غادي تخدموها ملي كيسالي ل 12 كتجي الوقيته واحد السويعه ديال انكم تفرقوا ديك الخدمه ديالكم على لي كليون ديالكم. صافي هنايا تقريبا حتى الوحده الجوج كنكونوا سالينا من الخدمه. الوقت اللي كيشات لينا في العشيه هذا كنستغلوه كناخذ واحد شويه لينا واحد شويه لوليداتنا واحد شويه اللي كنقوموا بالمسائل ديالنا اللي موالفين واللي خاصنا واللي ضروريين ان نقوموا بها. لانكم الا بديتوا تخدموا كتخدموا يعني بدون وقت، ما عندكمش الوقت نهائيا، باغين غتخدموا ملي فقتو نتوما خدامين حتى أدى المغرب، راه هذه نصيحه من عندي، راه ما غادي توصلوا فيها والله العظيم. انا كنقول لكم شنو كاين وانتم دائما مولفين مني انني تنقول لكم داكشي اللي جربت. فكما قلت لكم حاولوا انكم تحددوا واحد الوقت، يموت اللي بغى يموت يحيى اللي بغى يحيى، انا الوقت ديالي هو الوقت ديالي، عندي كنخدم من 8 ل 12. جاتني طلبيه مثلا انا جمعت لي كوموند اللي عندي غدا وفي الاخر جاتني واحد الطلبيه عافاك اختي راه ضروري، لا لا ما غاديش نخدم عليك، راني عامره غدا، ماشي ما غاديش نقولها بهذا المفهوم، لكن غنحاول انا نرضي الكليانه باش انها تحولها لنهار اخر، ولا باش انها مره اخرى تحاول انها تهضر معايا بكري باش تحجز الطلب ديالها. ماشي غتهضر معايا عافاك راني مزروبه راني، راه حتى انت خاصك تفكري في راسك، راه ملي غتشديها ليها راه مشى لك واحد الوقت اخر اللي يمكن انك تقدري انك انتيا تكوني مخصصه راسك انتيا ولا المسائل ديالك انتي. دونك ها هو مشارك،
هانتي خدمتي، هانتي شديتي الفلوس اشنو من بعد. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم، عافاكم حاولوا انكم تنظموا واحد الوقت دائما، الوقت فاش كتخدموا راه اي حاجه بالتنظيم، راه لما نظمتوهاش راه ما عمركم ما تنجحوا في اي مشروع كما كان، ما عمركم ما غادي تنجحوا فيه. دونك هادي حاجه حنا متفقين عليها، نحاولوا دائما ان ندير واحد الوقيته ديال الخدمه ديالنا، كنخدموا من كذا حتى لكذا صافي تنحبسوا، كنكونوا حبسنا سالينا الخدمه ديالنا كلشي كملناه، فالوقت اللي كيشد ديك الساعه كيشد لنا الوقت كثير اللي نقدروا نديروا فيه شحال من حاجه. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي نجات كيفاش مثلا من تزاحموش في الطلبيه، تحاولوا انكم توجدوا، انا هادشي اللي كنت كندير ديجا، كنت كنوجد مثلا الحوايج اللي كيداروا في المجمد، هذوك حوايج معروفين وساهلين واللي ما كيتعداش، يعني المجمد ما خاصهمش يتعداو شهر، فتشهر رمضان الفضيل غادي ينفعوك. مثلا العجينه ديال البيتزا هذيك غادي نوجدها عن بعد، يعني قبل ما يدخل رمضان انا غادي نعجن العجينه ديال البيتزا ديالي وغادي نقادها، اكيد غادي نشاركها معكم وتسناوها مني اليوم، لان غنحط لكم اليوم ان شاء الله العجينه ديال البيتزا، كيفاش انكم تخدموها، كيفاش تحتفظوا بها في المجمد ديالكم، كيفاش تخدموها للكليان ملي يطلب منكم طلبيه، غادي نشاركها معكم اليوم، تسناو الفيديو في العشيه ان شاء الله كما العاده مع 9 ديال الليل. فحاولوا توجدوا الحوايج اللي كيوجدوا بكري، مثلا عندكم عجينه ديال البيتزا غادي نوجدوها صغيره كبيره مويان كلشي غادي نوجدوها وغادي نقادوها ونحطوها في الفريغو ديالنا، واحد الفريغو بطبيعه الحال اللي غادي يكون مخصص انه غادي يكون غير ديال الخدمه. بالنسبه للحماس للبريوات معمرين، كاينين البريوات مالحين حلوين، بريوات ديال الحوت، بريوات هادو كاملين حنا تنوجدوهم بالوريقه ديالهم، تنشريوها ولا تنصيبوها وتنوجدوها يعني كتكون خضره دائما، كتحط في الفريغو خضره باش انا من بغي نطيبها حتى هي غنشاركها معكم ان شاء الله، نبغي نطيبها غادي نطيبها للكليان وغادي ياخذها. بزاف الحوايج اللي هما يعني عندكم مثلا بتيبا حتى هو كيدار في الفريغو، تقدروا انكم تصيبوه تقادوه وديروه في الفريغو حتى هو، ملي تبغي الكليانه شي حاجه كتجبدوه كتخمروه وكطيبوه، هادشي كامل غادي نوريه لكم وغنشاركو معاكم باش تستافدوا اكثر، لان باقي عندنا واحد 15 يوم تقريبا ولا 20 يوم في رمضان قبل ما يجي رمضان ان شاء الله، فغادي نوريكم هادشي بالكامل. دونك هادي الحاجه اللي تقدروا انكم ديرو باش ما تزاحموش ريوسكم، باش انكم تشيطوا شويه الوقت ليكم، تشيطوا الوقت لوليداتكم، مت الصحه ديالكم، يعني ما تهدوش الصحه ديالكم، لان الله تيقوني راه ما كايناش شي حاجه احسن من الصحه، يعني ولو يعطيكم مال الدنيا كامله راه ما كايناش شي حاجه احسن من الصحه ديالكم. ما عرفتش واش باقا شي حاجه اخرى ولا لا. بزاف الوصفات كنحطهم في اليوتيوب وكتقولوا لي بالنسبه للثمن، انا ما تنحطش الثمن لانني من قبل وريتكم كيفاش انكم تعرفوا كل حاجه وبشحال كتباع، يعني حاجه سهله حاجه عاديه. ملي تبغوا تخدموا مثلا نتوما اولا قبل ما تبداو المشروع ديالكم ولا قبل ما تبداو الخدمه ديالكم، راه كتكونوا ديجا حيت ما يمكنش لكم انكم غادي تطيبوا نتوما ما دايرينش واحد الصور وما خادمينش شي حاجه باش انكم غتبداو تخدموا بها. دونك ملي تبداو تخدموا قبل ما تبداو الخدمه ديالكم، نحاول انني نطيب بالضبط. غادي كيفاش غادي نعرف الثمن ديال بالضبط؟ مثلا غادي ناخذ واحد الكيلو ديال، غادي نجرب انا بالكيلو ديال 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 الفرص، ندير معاه واحد 250 غرام ديال الفينو، ندير معاه شويه الخميره شويه الملحه، كنحسب هاد لي زانغغيديون ديالي كاملين كنحسبهم بشحال انا باش شاريهم. دونك ملي تنحسبهم كنزيد عليهم البوطه، كنزيد عليهم شحال هذا بطبوط عادي ضروري اكيد غادي يكون فيه غير البوطه، كنزيد عليهم البوطه، من بعد كنجمع الحساب ديالي بالكامل وتنعجن تنطيب. ملي كنسالي الطياب كنشوف شحال خرجت لي ديك العجينه من بياسه، فملي كنشوف شحال خرجت لي من بياسه، مثلا انا في الحساب جاني تقريبا شحال ضيعت 20 درهم، فملي كنشوف شحال خرجت لي خرجت لي 10، دونك ديك 20 درهم قسموها على 10 البياسات غادي تخرج لكم تقريبا شنقول لكم درهم. دونك البطبوط باش غادي تزيدوا فيه الثمن ديال الخدمه ديالكم على حسب طبيعه الحال البطبوط، غادي تزيدوا غادي ديروا جوج دراهم، انا يعني من درهم من 0.5 حتى لجوج دراهم، يعني الا كنتي كتخدمي في دارك يعني ما تابعك لا كرا لا والو، حاولي انك دائما ما تغليش، حاولي انك تزيدي واحد النسبه، الحمد لله هي كافيه وراه باش ما كتزيدي بشويه كتزيدي واحد النسبه قليله في الربح ديالك باش ما انك كتخدمي، راه هذه عن تجربه البنات. والله انا معروف عليا ما تزيدش بزاف،
الحمد لله باش في الماء ما تزيدوش بزاف وكتكون الخدمه نقيه ومتقونه وكل شيء، فاش ما كيكون ليها اقبال وفاش ما كتربحوا اكثر. فهذا هذه هي الطريقه باش انكم تحسبوا هادشي، باش ما كنقولش لكم انا الثمن لان كل واحد وبشحال كيبيع. بالنسبه للاثمنه اللي كنت دايره فاش كان عندي انا الباتيسري، دونك كاينه انا شنو نقول لكم، البيتزا كاين اللي غيقول لي كترخصيها بزاف، انا البيتزا كدير على درهم ونص، درهم ونص وباخر، وكنت كنبيع وكنت كنربح فيها ولو ما كامله 0.5 درهم، ولكن الحمد لله كنت انا فاش كنعجن البيتزا كتمشي كنعاود باش انا صايب واحده اخرى، يعني في النهار كنبيعو بزاف واش فهمتوني، هذاك بزاف راه غادي يجمع لكم ولو تكون فيها الربح غير 4 دريال. عندكم المسمن كنت دايره ليه 2 دراهم، الملوي غالبا تيكون 3 دراهم، كاين اللي كيبيعوا ب 4 دراهم ولكن 3 دراهم الحمد لله مخرجه ومزيانه. البطبوط حتى هو من 2 دراهم ونص حتى 3 دراهم على حسب الحجم ديالو بطبيعه الحال، لانه كاين الصغير وكاين الكبير. انا وريتكم الطريقه كيفاش تحسبوها، كاين اللي كيك، اللي كيك على حسب كانت ديال الشوكولات اللي كنت وريتكم اللي كنت حطيت لكم، هذه حتى غتمشى لكم في رمضان غادي نشاركها معكم. هذيك ديال الشوكولات كنت كندير ليها درهم ونص حتى 2 دراهم. البسبوسه كذلك كنت دايره ليها 2 دراهم كانت كطير، وكنعاود تقريبا البسبوسه راه كنا كنخدموا 5 طاوات في النهار اللي كنا كنخدموا ديال البسبوسه وكتمشى الحمد لله. دونك كما قلت لكم الحاجه الوحيده انكم ما تزيدوش بزاف باش تربحوا الكليان، ما تزيدوش بزاف وخدموا، ماشي نقول لكم ما تزيدوش بزاف غادي تشدوا لي الحاجه، مثلا البطبوط غتعجنوا لي غير بالفورس، ولا المسمن غتعجبوا لي غتعجنوا لي غير بالفورس، لا خدموا لي مزيان، عجنوا لي بالفينو والفورس وما تزيدوش بزاف. يعني اي رباح خديتوه نتوما في الخدمه ديالكم راه الحمد لله كافي الا ما كانش تابعكم المحل. دونك هذا كان الفيديو ديال اليوم، ان شاء الله لاي حاجه حطوها لي اسفل التعليق اكيد غادي نجاوبكم، ندير لكم لي فيديو هكا اللي غادي ينفعوكم ان شاء الله في منال رمضان. كما قلت لكم ما تنساوش انكم تسناو عجينه البيتزا اللي غنحطها لكم اليوم بالليل مع تسعود ان شاء الله، الرقم اللي غنحط لكم الاسفل عافاكم البنات الله يجازيكم بخير، الرقم اللي غنحط في الاسفل فقط الناس اللي بغاو يبداو المشروع بغاو مساعده في شي سؤال عندهم ما فهموش، بغوني انني نفهموه، مع انه غالبا ما كنكونش انا كتكون الادمينه، ولكن راه هي علاش انا دايره ادمينه، باش الادمينه غادي تشوف يعني الاخت اللي بغات مساعده هكا سؤال ولا شي حاجه نجاوبها عليه فراه كتباسيها عليا، ولكن اللي غيقول لي الدعم ولا شي حوايج اخرين راه ما غاديش نهضر معاه لان الرقم دايره فقط المساعده فهاد يعني نجاوبكم. بالنسبه للدعم راني دايره البرنامج ديال الو شيف واللي غادي تشوفوا الحلقه ديالو ان شاء الله الاخرى غادي تكون غدا باذن الله، غادي نحطها يمكن لكم انكم تشاركوا فيه. حتى اللي بغات تشارك في الو شيف تقول انا باغا نشارك في الو شيف، ماشي تدخل وتقول لي عافاك دعميني عندي قناه هذه، راه ما غادي نجاوبكمش، انا جيتكم نيشان. كاين برنامج دايره في القناه للدعم خاص بكم نتوما، بالناس اللي عندهم القنوات الصغيره وبغاوها تكبر بغاوها تزادوا ليها ولو نسبه قليله من المشتركين، فحاولوا تراسلوا في الجيميل. بالنسبه للناس ديال الو شيف اللي بغاو يشاركوا يراسلوني في الجيميل، بالنسبه للناس اللي بغاو مساعده وبغاو انني نشرح لهم شي حوايج بحكم التجربه ديالي يحطوها ليا كذلك، يخليوها ليا في النمره ديال الواتساب اللي خدامه غا واتساب، يعني ما فيهاش لي زابيل نهائيا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم ويكون فادكم، ما تنساوش انكم ديروا اعجاب وتبارطاجيو الفيديو وعافاكم بارطاجيو، لان كاينين الناس كاينين عيالات بزاف اللي كيقلبوا على بحال هاد لي فيديو هادو وما تلقاوهمش، يعني على مود كيبداو يقلبوا. عاد راه تقريبا عندي لي فيديو ديالي ديال هكا ديال اللي كنوري للناس المشاريع تقريبا يلا بداو كيتشافوا، دابا فاتوا بعام ولا عامين يلا بداو كيشوفوهم الناس، علاش؟ لان ما كاينش تفاعل، كاينش بارطاج، ما كاينش الاعجابات. دونك حاولوا انكم ديروا اعجاب وتبارطاجيوه على الناس اللي عارفينهم عندهم اهتمام بهذا الفيديو هذا. كنتمنى ان اليوم ولا الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، شكرا بزاف لكم متتبعات ديالي الفنين والغزالات، وتسناوني اليوم في فيديو ان شاء الله على العجينه ديال البيتزا كيفاش نخدموها كيفاش نحتفظوا بها بالمجمد، واش خضره واش طيبه واش معمره، كلشي هادشي غنجاوبكم عليه ان شاء الله في العشيه. يلا باي باي، بزاف ديال الحب كما كنقول لكم ديما، وبسلام عليكم.